هلا والله، اخباركم شباب؟ ان شاء الله بخير. معكم بشارك اياد او بشارك كيكه. طبعا اول شيء الملابس اللي لابسها، حاب اشكر اكتيفيجن على هالهديه، جاكيت وطاقيه البحاره وبوستر لماب هاي جاك بمناسبه نزول هاي جاك للبلاك اوت، فا ايه بلبسهم بالفيديو، شكلهم خرافي. طيب شباب، فيديو اليوم ممكن يزعل بعض الناس، يزعل بعض متابعيني، بس من الحين احكي لكم، لا الفيديو ما راح اقول فيه اني بترك الزومبي، لا هالشيء ما حيصير. بس القناه بتتغير الحين راح تفهموا التفاصيل. اول شيء خلينا نتكلم عن بلاك اوبس فور زومبي، شو اللي قاعد يصير فيها، شو المشاكل، شو المصيبه اللي قاعده تصير. اول شيء بلاك اوبس فور زومبي اجت لنا مع 4 مابات زومبي، هالشيء ما صار بتاريخ اي كول اوف ديوتي. 4 مابات شيء جدا رهيب، لعبناهم تحمسنا فيهم. غير نظام البركات، حطوا نظام بركات جديد، بالنسبة إلي أفضله من نظام القديم 1000 مرة. نظام البركات الجديد بالنسبة إلي، الجقر أعطينك يا بداية الجيم، سبيد كولا أجيب 4 بركات عندك سبيد كولا، دبل تاب طور سلاحك 4 مرات وراح يصير عندك نفس قوة لو كان عندك بيرك الدبل تاب. باقي عندك بركات تاخذ وكويك ريفايف، اذا تلعب سولو عندك كويك ريفايف ما في داعي تاخذ بير كويك ريفايف. فاعطوك الحريه، كل بركات اللي كنت تلعب فيها اعطوك اياها واعطوك تاخذ اشياء زياده. فاشوف نظام البركات جدا جدا رهيب، جدا عجبني. فاي البركات مو هي اللي خربت بلاك اوبس فور زومبي. نظام السبيشاليست ممكن بعضكم يحبه بعضكم لا، بعضكم يفضل نفس بلاك اوبس 3 انه كل ماب له سبيشاليست. بالنسبه لي افضل النظام الجديد، نظام خرافي. بالنسبه للعلكات او الالكسر، نوعا ما يعني نصي موافق معها نصي لا. نص الموافق معها انه شالوا العلكات القوية او الالكسر، صارت الالكسر نوعا ما متوازنة كويسة، فهذا الشيء جدا خرافي. الشيء اللي اشتاق من ايام بلاك اوب 3 هو الشعور لما يطلع لك شيء نادر. يعني تتذكروا بلاك اوب 3 الناس يسووا بثوث وفيديوهات تفتيح باكيجات، تفتيح قبل قم، الناس اللي يسووا تفتيح باكيجات فيفا مثلا، فيضلوا يفتحوا باكيجات هيك ليطلع لهم بيركاهوليك، فتحس شعور طلع لك رونالدو بفيفا ولا شيء من هالكلام، فاشتكت لهالشعور. غير هيك يعني لا، حشوف نظام بلاك اوبس 4 كويس، بس هالشعور الوحيد اللي اشتكت له الحين. يعني لو ببلاك اوبس 4 طلع لي اندر شيء ماكسامو، اوه واو ماكسامو، بس ما فيها الحماس الرهيب يعني. طيب كل هالاشياء الخرافيه، وين المشكله بالزومبي؟ المشكله بالزومبي هي عدم الاهتمام والماركتينج. عدم الاهتمام مو من ناحيه المابات، مابات رهيبه مثلت لكم، النظام الجديد رهيب. وعدم الاهتمام مو من الاستوديو نفسه، لا اظن المشكله من اكتيفيجن نفسهم. يلي ملاحظ ماب الزومبي ديد اوف ذا نايت نزل ما كان فيه له اي اعلان. ماب كلاسيفايد، ماب الزومبي اللي كان مع البلاك اوبس باس مفروض نزل، ما حطوا له اي اعلان. بعد اسبوع كلاسيفايد نزلوا له اعلان، وبعد اسبوع Dead of the Night نزلوا له اعلان على قناه الاستوديو نفسه، مو قناه كول اوف ديوتي، ونزلوا كاتسين البدايه فقط. هذا الشيء اللي سووه، هذا الشيء قاعد يقتل مو لاعبين الزومبي. لاعبين الزومبي اظن ما عندكم مشكله، نزل ماب زومبي وخلاص. قاعد يقتل يوتيوبر الزومبي، قاعد يقتل صانعين المحتوى الزومبي نفسي. اللي ما يدري نحن اليوتيوبر جزء جدا مهم من شغلنا كيوتيوبر زومبي، هو نحمس الناس على الشيء اللي نبي نسويه، نحمس الناس على الزومبي. يعني تتذكروا على ايام بلاك اوب 3 ماب دي رايس اندراخ، اول شيء ينزل اعلان والاعلان يكون فيه مابات المالتي بلاير مع ماب الزومبي، اسوي فيديو عليه تحليل كل شيء، بعدين ينزل اعلان للزومبي اسوي ردة فعلي عليه تحليل كل شيء، بعدين ينزل كاتسين البدايه تبع الزومبي هو الانترو اسوي ردة فعلي عليه تحليل كل شيء. فهي لحالها 6 فيديوهات، و6 فيديوهات الناس يحبوها، الناس يحبوا يشوفوا شو الاشياء اوكي مين خرب علي بخليه بعدين، الناس يحبوا يشوفوا شو الاشياء الجاي يتحمسوا. بس هلا ما يعني نزل ديد اوف ذا نايت ما في اي اعلان. انا وش كنت قاعد اقول، لا ماب ديد اوف ذا نايت حاله خاصه صارت معهم مشان هيك ما حطوا له اعلان. بعدين تذكرت كلاسيفايد، سووا نفس الكلام بالضبط مع كلاسيفايد. كلاسيفايد ما حطوا لها اي اعلان، بعد باسبوع حطوا لها اعلان، نفس الشيء بالضبط صار حاليا مع ديد اوف ذا نايت. فاظن هذا نظام الشركه الجديد، نظام الشركه ما تبي تعلن او تنشر اي شيء بالبلاك اوبس باس، تبي تنشر بس الاشياء المجانا. تبي تنشر ايفنتات البلاك اوت، الهاي جاك ضافوا ماب هاي جاك، حطوا له اعلانات كثير، بعتوا لليوتيوبر اشياء للهاي جاك، البلاك اوبس باس الجديد او مو البلاك اوبس باس، الباتل باس خلينا نقول اللي هو شو كان اسمه؟ ابسولوت زيرو شيء من هالكلام، الشخصيه الجديده
لو تفوت على بلاك اوبس 4 راح تلاقي الغلاف كامل تغير لابسولوت زيرو، راح تلاقي اعلانات في كل مكان ابسولوت زيرو ابسولوت زيرو زومبي ديد اوف ذا نايت. لو تدخل على اللعبه نفسها اول شيء المنيو اللي يكتبوا لك الاشياء الجديده، اول اسبوع ما كانوا حاطين ديد اوف ذا نايت اصلا، ما في ديد اوف ذا نايت. تفوت على الزومبي تروح على المابات لتلاقي انه ايه والله في ماب جديد. فنظام الشركه الجديد يبوي اعلنوا كل شيء ببلاش عشان ينافسوا فورتنايت او ينافسوا الالعاب الثانيه، لانه حاليا لو حطوا اعلانات نفس قبل انه ايه ما في زومبي وافيلبل اون ذا بلاك اوبس باس وهيك، راح تلاقي كثير كومنتات ايه شوفوا فورتنايت قاعد تعطي كل شيء ببلاش ولا ببجي ولا كذا، وانتم للحين على نظامكم القديم. فتبي تغير فكر الناس، تبي تجيب الناس تقول لهم تعالوا ما في شيء تدفعوا باللعبه. وفعلا الواحد مو مهتم بالزومبي ومو يعني بس يبي يلعب بلاك اوبس 4 شيء خرافي بالنسبه له. عندك الباتل باس مجاني كل شهر شهرين ينزل، ومبات المالتي بلاير الموجوده اظن تكفي. فاي شركه نظامها تبي تعلن على اي شيء مجاني اي شيء داخل بالبلاك اوبس باس، واللي منها مبات الزومبي للاسف ما راح تسوي له اعلانات نفس اول ونفس الاول ثلاث اعلانات لماب زومبي كانوا يعملوا. حتى يعني لو تقارنوا مشاهداتي لتحاليل اعلانات بلاك اوب 3 دي راسن دراخ تسبونوشيما وشي من الكلام، شوفوا كيف المشاهدات واللايكات، وشوفوا حاليا كيف المشاهدات واللايكات مع ردة فعل وتحاليل وحل لغز ديد اوف ذا نايت، راح تلاقوا قد نص المشاهدات تقريبا. هالشيء قاعد يقتل صناعين محتوى الزومبي، مو بس انا، مو انا قاعد اتكلم، روحوا شوفوا كل يوتيوبر الزومبي الاجانب كلهم عانين من نفس المشكله. فمختصر الكلام، هل الزومبي ميت من ناحيه اللعبه من ناحيه جيسون بلندل؟ جيسون بلندل لا حد يسبه، ما له علاقه بهالكلام، هو ما له علاقه بالماركتينج. جيسون بلندل نظامه يعمل اللعبه بس، من ناحيه المحتوى خرافي، نظام الالكسر البركات السبيشاليست المابات شيء رهيب. ميت من ناحيه الماركتينج، من ناحيه اكتيفيجن نفسهم اتمنى 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 يغيروا نظامهم، اتمنى يرجع النظام القديم اللي هو اعلانات وحماسه مبات الزومبي. هالنظام الجديد اوكي ممكن يفيد هالنظام الجديد ليجيب لاعبين جدد، بس قاعد يضر اللاعبين القديمين. حتى انتوا لو مو يوتيوبر، انت كلاعب زومبي تبي تشوف اعلان اعلانين لماب الزومبي تتحمس عليهم، مو فجاه تلاقي الماب نزل بدون اي اعلان. ما يعني شيء محزنني الصراحه. طيب التغيير التالي اللي بيصير بالقناه، راح اضيف سلاسل على القناه. لو تتابع قناتي من سنتين ثلاث سنين من نزول بلاك اوب 3، من قبل بلاك اوب 3 تقريبا بسنه، كان محتواي فقط زومبيز، فقط زومبي من قبل بلاك اوب 3 كله زومبي زومبي زومبيز. ومن فتره لفتره احمل شيء غير الزومبي، يعني بين كل 10 فيديوهات زومبي تلاقي فيديو واحد او فيديوهين لشيء غير الزومبي. هالشيء راح يتغير، راح اضيف ثلاث سلاسل على القناه، ثلاث سلاسل على القناه مع الزومبيز، ما راح اسحب على الزومبي. السلاسل هي اثنين اظن راح تعجبكم، واحدة غريبة نوعا ما. هالثلاث سلاسل راح اعرضها بالقناة، بعدين راح اسحب على اثنين واضل على واحدة، راح اشوف انه اكتر واحدة انتم متقبلينها. السلسلة الاولى اظن راح تتقبلوها بشكل جدا خرافي، تتذكروا فيديوهات الاشياء الغريبة عن الزومبي، لاجيبكم اشياء عن فضائيين والحكومة الامريكية والماثونية من هالكلام. ايه هتكون سلسلة نفس هالكلام، بس الشيء الجديد فيها انه ما لها علاقة بالزومبي، لان اظن اشياء غريبه بالزومبي غطيتها كلها، فراح تكون اشياء غريبه بعالمنا بشكل عام، عن الفضائيين، عن اريا 51، عن اشياء اظن راح تعجبكم واظن راح تحبوا هالسلسله. السلسله الثانيه عن الجيمينج بشكل عام، محتوى عن العاب بشكل عام، تلاقوا توب 10 لسلاسل الالعاب لفورتنايت. اي ممكن فورتنايت، ترى فورتنايت ما ابي احمل عنها فيديوهات لان ايه ابي مشاهدات وهيك. انا من اول الناس بين العربي يلعب فورتنايت، لعبت فورتنايت من تاني يوم نزل إليها على البلاي ستيشن، وظليت العبها قبل نزول بلاك اوبس 4 بثلاث شهور، وبعدين سحبت عليها عشان بلاك اوبس 4. فمو والله الحين إيه يلا انا ما اعرف شيء باللعبه ابي ادخل والعب عشان المشاهدات، لا انا فعلا العب اللعبه من زمان. فممكن اسوي فيديوهات لفورتنايت، فيديوهات لببجي، هي السلسله الثانيه فيديوهات الجيمنج بشكل عام. السلسله الثالثه نوعا ما غريبه، اظن ما راح اتكلم عنها، خليها لبعدين، ولا خلينا نتكلم عنها، اللي هي سلسله اخبار عامه، اخبار عامه مو عن الجيمنج بشكل عام بعالمنا. لو تشوفوا الهيستوري عندي على اليوتيوب، انا اخر شهر كل الاشياء اللي اشوفها على اليوتيوب اشياء اخبار، اشوف برامج الليت شو الامريكيه اللي يتكلموا عن اخر الاخبار وكذا وهيك باسلوب كوميدي، فصاير احب اشوف الاشياء واشوف مواضيع حلوه، واحس المواضيع لو شاركتها معكم راح تحبوها، لان اظن معظمكم ما يتابع هالبرامج، وفي اخبار جدا تنتشر بالعالم. ما راح اجيب لكم اخبار والله اليوم هناك مفاوضات بالامم المتحده، لا طبعا اخبار انه
تحبوها اخبار حلوه. فهي السلسله الثالثه هي نوعا ما شاكك بامرها، راح اسوي فيديو من كل سلسله من الاشياء اللي قلت لكم عليها حاليا واشوف اكثر شيء ناجح واخليه مع الزومبي. الحين ممكن حد يحكي بشار ممكن الفيديوهات تبعك هي تنتشر وتصير مشاهدات كبيره وتسحب على الزومبي. مستحيل اسحب على الزومبي لان الزومبي ما قاعد اسوي عشان مشاهدات، لو اسوي عشان مشاهدات كنت تركت من زمان، كنت تحمل فيديو فورتنايت واحد من فترة جاب لي اعلى مشاهدات بقناتي كلها. احمل زومبي لاني احب قصة الزومبي اعشقها. فممكن ممكن بس هالشيء على اكثر ما هيصير، بس ممكن اني اسحب على قصة الفوضى. يعني لو نزل ماب الدي ال سي الثاني كان شيء لقصة الفوضى ممكن ما تلوني اغطيه، بس لا 90% هالكلام ما راح يصير، بس ممكن. واستنى شيء لقصة الايثر، فا ايه ممكن هالاحتمالية موجودة، بس نستنى ونشوف. وحاليا قبل لا ابدا باي فيديو من هالسلاسل اول شيء راح احملكم قصة الزومبي كامل ان شاء الله الفيديو القادم، قاعد اشتغل عليها الايام راح انزلكم قصة الفوضى كاملة. وايه اظن هالفيديوهين هم اول شيء مهمين بالنسبة لي حاليا، قصة الزومبي كاملة، قصة الزومبي الجزء الثاني كامل، الايثر راح يكون جزئين، الجزء الاول من بداية كول اوف ديوتي من بداية الزومبي لقبل بلاك اوبس 4، والجزء الثاني من بعد بلاك اوبس 4 مع ديد اوف ذا نايت ومو ديد اوف ذا نايت بلود اوف ذا ديد وكلاسيفايد واللي صار فيهم، فيكون جزء اول وثاني. بعدين فيديو شرح لقصة الفوضى بشكل كامل من ديد اوف ذا نايت لاي اكس، اول ماب ديد اوف ذا نايت واخر ماب اي اكس على ما اظن ايه بالترتيب القصة. فراح اسوي فيديوهين اغطي القصة هذول بشكل كامل، بعدين راح ابدا بالسلاسل الثانية. فاي هذا التغيير الفيديو المهم اللي ابي احكي لكم عليه، اتمنى تتقبلوا الوضع، اتمنى انه ادري هالفيديو رح يجي عليه ديسلايكات، ادري الفيديوهات الثانيه رح تجي عليها ديسلايكات، بس انه لازم الوقت، لازم الوقت يجي انه نغير فيه. والله لو كان نظام الشركه نفس اول ما غيروا هم بنظامهم كنت مستحيل انا اتغير، بس هم الشركه اللي قاعدين يغيروا، هم الشركه اللي قاعدين يسووا هالشيء اللي قاعد يضرنا. يعني نحن انا كيوتيوبر زومبي متابعيني فقط الناس اللي يلعبوا كول اوف ديوتي زومبيز اللي هم مو كتار على فكره بالحيط العرب، الاجانب ايه مثلا تشوف مثل دارك جي دي او مثل روفوفون عندهم مشاهدات كل فيديو اقل شيء 100,000 لانه يتابعوهم ناس من كل انحاء العالم، اكثر من نص العالم يتكلم انجليزي، يعني مو يعني تلاقي عرب يتابعونهم وكثير ناس يتابعونهم، بس انا يتابعوني العرب اللي يلعبوا كول اوف ديوتي اللي يلعبوا زومبي. فلو شركه يعني ما اهتمت من ناحيتها من ناحيه اعلانات وهيك، هذا المجتمع اوريدي قليل راح يقل اكثر، مشان هيك شايفين مشاهداتي اخر فتره شبه معدومه. فا ايه اتمنى تكون وصلت الفكره. ايه يا شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، قبل ما نهايه الفيديو لا تنسوا تلموا الفيديو بزر اللايك، اتمنى تدعموني بهالشيء اللي اسويه قدامكم. مثل ما قلت لكم قصه الزومبي هي اول شيء، قصه الزومبي الثانيه الفوضى هي ثاني شيء، بعدين راح ابدا بهالكلام. فا ايه بس كان معكم شركي دال بشركه كيش كوم ديهات ثاني ان شاء الله، مع السلامه.